يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة. سامحوني ليا يومين ما نزلتش فيديوهات، بصراحة كان النت قاطع من عندي، علشان كده أنا ليا يومين ما نزلتش فيديوهات ليكم. النهاردة جيالك بحاجة جميلة جدا للفراخ البلدي، وكمان هساعد معاهم على النمو وهيكبروا بسرعة وهيبيضوا معاكي بسرعة، لأن المكون اللي احنا بنحطه للفراخ بتاعتني بصراحة بيسرع من عملية إنتاج البيض. طبعا أنا بقول لك هنا إن أنا منظفة البكان ومخلياه زي الفل، فهنبتدي كده ننظف البكان بتاعهم ونحط الجير المطفي. طبعا أنت لو ما عندكيش جير مطفي ممكن تجيب بودرة البلاط، بودرة البلاط نفس الجير المطفي بالظبط، على فكرة النتيجة بتاعته واحدة. احنا بنطهر المكان تحتيهم، لو انتم ملاحظين انا كنست الاوضه بتاعت الفراخ ده كنستها امبارح، فانا لما كنستها امبارح بالليل النهارده الصبح اتلاقيت الفراخ عاملينها مبلينها مخلينها مبلوله. فطبعا ما ينفعش ان الفراخ بتاعتنا تعفص على ارضيه تكون مبلوله. بصراحه الايام دي مليانه فيروسات والجو كده مش حلو، طبعا الصبح بيبقى برد ومع الظهر حر، فطبعا في تقلبات الجو اللي احنا فيها دي فبتخلي نسبه الفيروسات عاليه جدا عند الطيور. طبعا انا هرش الجير المطفي ده في كل العشه بالشكل دي. اولا احنا بنطهر الارضيه، ثانيا احنا لما انت بترشي الجير المطفي في الارضيه وترشيها على الحيطان على فكره انت بتقتل اي ميكروبات، وكمان لو في حشرات تحت الطيور بتاعتك زي ما احنا عارفين الفراخ البلدي بالذات بيبقى عنديها في الفاش وفي اللي هو النمش والكلام دي بيبقى موجود عند الفراخ البلدي بالذات. طبعا انت ترشي على الحيطان بالشكل دي هتمنعي اي حاجه تيجي عند الفراخ البلدي بتاعتك، ترش العشه كلها حتى الاماكن اللي هم بيناموا فيه برضو ترش عليه، بكده احنا هنقتل الفيروسات، وكمان الارضيه بتاعتهم والجير المطفي هيمتص كل الميه اللي هينزلها الفراخ، وكمان هنقتل اي ميكروبات، وكمان الحشرات مش هتيجي للفراخ البلدي بتاعتنا خالص، لانك انت لو انت منطفه على طول العشه بتاعت الفراخ عمرك في حياتك ما تتلاقي الزريجي او النمش او الحشرات اللي بتبقى عند الفراخ البلدي. انا طبعا بعد ما نظفت كده وكنست العشه كنسه حلوه رحت جايبه كده الجير المطفي ورحت رشاه. بعد ما رشيت الجير المطفي طبعا هجيب معاكم دلوقتي حاجه مهمه جدا هرشها تاني، عشان كمان الفراخ بتاعتني تساعد ان الفراخ تعفص على الارض من غير ما تتبهدل معاها. طبعا انت جيبي عندك لو عندك تبن ترشي، ما عندكيش تبن ممكن تجيب النشاره، النشاره الناعمه حلوه هتنفع. انا عندي متوفر التبن فانا هرش كده التبن دي تحت الفراخ. على فكري لما تيجي الفرخه كده تعفص على الارض صدقوني مش هتاخد اي فيروسات، وكمان الطبقه اللي احنا عملناها على الارض دي ورشينا عليها التبن هتساعد ان الفراخ البلدي بتاعتك ما يجيهاش كساح، لان كل الناس بتشكي يقوم فيلو الفراخ البلدي عنديني اول ما بتيجي تكبر ما بتقدرش تمشي على رجليها وبيجيها كساح بسبب المي والبلل اللي تحت الفراخ، بسبب كده الميه الكساح بيجي للفراخ. تمام، انت لو ترشي الجير المطفي وكمان ترشي تحتيهم نشاره او تبني بالشكل دي صدقيني بيخلي الفراخ البلدي بتاعتك ما يجيهاش اي كساح. بكده احنا طهرنا العشه وعقمناها، وكمان الفراخ لو نجرت من الجير المطفي اللي احنا حاطينه دي ما تقلقيش من اي حاجه، الفراخ طبعا لما تنجر في الجير المطفي بيديها كالسيوم عالي جدا، وكمان لما الفراخ بتاعتك تبيض حتى ما تاكلش البيضه بتاعتك وتنزل القشره كده سميكه وحلوه مش هتنزل القشره معاكي هي رهيفه. تمام، وتغير الميه دايما قدامهم وتخلي الميه متوفره ما تقليش الميه من تحت من عند الفراخ. وكمان في حاجه تاني، احنا لما هنعمل الخلطه الجباره اللي بنحطوها للفراخ بتزود من حجم الفراخ وبتزود من احجامه وبتخلي احجامهم حلوه وكبيره. خلاص نظفنا العشي، رشينا جير مطفي، رشينا عليها التبن، طهرنا المكان كله كده، خلصنا العشه بتاعتنا بيجي زي الفل. اولا او اهم حاجه في عوامل تربيه الفراخ البلدي بالذات النظافه، لان زي ما احنا عارفين الفراخ البلدي مش بتحمل نهائي خالص اي ميكروبات او اي فيروسات بتجيه، مجرد ما بيجي اي فيروسات في الجو صدقوني اول حاجه بتموت عندك الفراخ البلدي. جربي كده مع نفسك كده وتكوني ساعيه جميع انواع الطيور هتتلاقي اول حاجه بتموت
تموت عندك الفراخ البلدي لان المناعه بتاعتها ضعيفه، فاحنا عاوزين نحط رافع مناعه قوي جدا يرفع من المناعه بتاعتهم ويخلي المناعه قويه جدا، على اساس لما يجي اي فيروسات في الجو طبعا الفراخ البلدي بتاعتني ما يحصل لهاش اي حاجه. تمام، فانت تحاولي على قد ما تقدري ان انت تحطي روافع مناعه الايام دي، وتعملي الخلطه اللي انا قلت لك عليه اللي هي البصل والثوم والليمون والخل، تضربين في الخلاط وتكبيهم قدام الفراخ البلدي بتاعتك الصبح بدري. طبعا الفراخ هتاكلها اول حاجه، هي طبعا هتطهر المعده بتاعتهم. اهم حاجه في تربيه الفراخ انك انت تطهر المعده بتاعتهم. تعالوا بقى نعمل الخلطه الجباره. انا قلت لكم ان البطاطا حلوه جدا للفراخ بتاعتك. طبعا البطاطا يا جماعه انا قلت لك واكلي بطاطا للفراخ بتاعتك، بس ما تاكلهالهمش من غير ما انت تسلقيهم، لان احنا لما بنسلق البطاطا صدقوني بننزل نسبه السموم عاليه جدا في البطاطا. فاحنا لما بنسلقها طبعا كل السموم بتاعتها بتنزل في الميه بتاعتها احنا بنكبيه. فانت عاوزه تبشريها بشر براحتك، ده حاجه ترجع لك انت، بس ما تقوليش الفراخ البلدي بتاعتي جاه اسهال. لا، انت حطيتيه والفراخ البلدي ما سهلتش معاكي، يبقى كده حلوه ابشريها بشر وحطيه. اتلاقيت الفراخ سهلت معاكي، يبقى كده انت لازم تسلقيها سلق زي ما انا بسلقها. يا جماعه انا متعوده دايما ان انا بسلق البطاطا معاكم، وبعد ما بسلقها ببسها بالرده. طبعا لما تبسيها بالرده البطاطا كلها بروتين، بتديهم اوزان عالي، معايا الرده بتساعد على ان هو ما يبقاش عندهم دهون. طبعا بتساعد ان الفرخ بتاعك يزيد في الاحجام ويبقى حجمه حلو، بس مش هيربي دهون. زي ما احنا عارفين الفرخه لو ربت دهون طبعا مش هتبشر معانا بالبيض بسرعه. وانا جايله لكم دوره الفراخ دي هخليها ان شاء الله على خير، وباذن ربنا يعني على 4 شهور ان شاء الله على خير. وانا حاسبه لكم يوم بيوم من ساعه ما جبت الكتاكيت دي. انتوا لو تفتكروا انا جايبه الفراخ دي كتاكيت معاكم من عمر يوم، ومربياهم معاكم لحد دلوقتي، وان شاء الله اليوم اللي هيبشروا لي فيه انا هقول لك بشروا لي على كديه. بسيت الرده مع البطاطا، تعال نحطها للفراخ ونشوف الفراخ هتاكلها ولا لا. صدقوني وجبه كامله متكامله، وجبه كلها بروتينات كلها تغذيه، صدقوني حاجه كده عسل للفراخ البلدي. وكمان يا سلام لو انت ساعيه شويه في بط كده معاكي، البط لو حطيتيله البطاطا انت هي وسلقها له حاجه كده عسل. جربي ان انت تحطي البطاطا للبط بتاعك، هتزود الاوزان بالشيء اللحم جدا عند البط. تمام، خليكي كده مركزه معاي. وزي ما قلت لك احنا باقل التكاليف هنكلف الفراخ بتاعتني، وكمان مش هنكلف نفسيني ونجيب العلف الغالي، عشان خاطر احنا لازم الفراخ تبيض ناكلها علف علف على طول، فهنيجي كده نلقوا نفسينا ان احنا خسرانين في دوره الفراخ بتاعتني. احنا يوم نحط كده عيش مدشوش مع شويه علف مع شويه رده، مره تاني نحط شويه بطاطا مع شويه رده برده حلو خالص، كمان مره تاني نبس العيش، نجيب العيش كده ونبله، وبعد ما نبلوه نروح حبسينه بالرده ونحط عليه كبشه علف بياض، بس تكون كبشه صغيره خالص. كده احنا عاملين التوفير التوفير. شايفين احجام الفراخ معايا حاجه كده عسل بصراحه. انا سامعه الفرخه والديكي اللي انا حطاهم في القفص سامعاهم عمالين يكاكوا. تعالوا نروح عند الفراخ الفرخه والديكي اللي انا حطاهم في القفص ونشوفهم بيكاكوا ليه. ادي الفرخه والديك بتوعي اللي انا حطاهم في القفص بصراحه عماله تكاكي. اتلاقيتها ان هي بيضالي بيضه زي العسل. انا مش قلت لكم الفرخه والديك الفرخه دي بشرت معاي بالبيض؟ انا مخليش غير فرخه واحده وديك واحد عشان خاطر الرقد. شايفين هي لسه بيضها دلوقتي للامانه تاني. انا سمعت صوتها هي بتكاكي، فانا بصور عند الفراخ البلدي ديكي، فقلت اروح كده واشوف الفرخه باضت ولا لسه. بصراحه البيضه سخني لسه قاعد بالعرق بتاعي بصراحه حاجه كده. ولو انتم ملاحظين شايفين حجم البيضه الحجم بتاعها كبير، محدش يقول لي طبيض بشاير. الفرخه اول يوم باضت لي بيضه فيه اتلاقيت بيضه وخدتها كسرتها كده اتلاقيت فيها صفرتين. بصراحه هي ثالث مره تبيض النهارده، يعني النهارده 3 ايام بيضه لي 3 بيضات. هي الفرخه دي انا مخليها البيض بتاعها للرقد، عشان كل اللي عايزه تسال اللي هي ام فيل انتوا ساعيش غير فرخه وديك واحد لوحديهم، عشان يبقى فيها البيضه فيها تخصيب وعشان ارقد منها عشان اطلع نسبه كتاكيت. تمام، انا لما هرقد من الفرخه دي ان شاء الله هوريكي انا هرقد ازاي، واحط كميه كام بيضه
تحت البطة بتاعتي. لو هي الفرخة رجدت على البيض بتاعي يبقى خلاص كده رجدت على البيض بتاعها، هسيبها ترقد عليه. لو هي ما رجدتش وكانش من الفراخ الحنينة ان هي ترقد على البيض، انا هاخد البيض بتاعها وهحطه تحت بطة من البط اللي عندي اللي بيرقد، وهطلع لي دفعة كتاكيت صغيرة نربيها مع بعض، تطلع لنا فراخ وتطلع لنا ديوكة، تبقى خير ورزق للبيت كله. جيبي وربي، صدقيني التربية مش أسهل منه. منكم كتير بيقول لي يا أمو فيلو إحنا عاوزين نربي بصراحة، بس التربية صعبة والأكل غالي وكل أسعار الأكل غالية جدا. هاتي زي ما أنا بعمل وامشي على الفيديوهات اللي أنا بصورها لك، صدقيني أنا مش مكلفة نفسي، أنا بوكل الطيور بتاعتي بأقل التكاليف وحاجات موفرة جدا بأكلها للطيور بتاعتي. وزي ما أنت شايفة ربنا يبارك يا رب ووسع رزق كل الناس كلي، الفراخ بتاعتنا زي العسل. أنا جايبها من عمر يوم لحد نهاردي، النهاردة ليه بالظبط كده 3 شهور إلا 10 أيام، يعني الفراخ بتاعتني إن شاء الله جربت تبشر كده معنا بالبيض على 4 شهور إن شاء الله على خير. لو أنتوا حابين أي سؤال عن الطيور أو عن تربية البط أو الفراخ البلدي أو الحمام أو الوز، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم. على فكرة أنا كل تعليقاتكم برد عليه، وبشكركم جدا على التعليقات الجميلة اللي أنتوا بتكتبوها، بصراحة تعليقاتكم بتهمني وبتفرحني جدا. من كتر ما أنا بقرأ التعليقات بتاعتكم بتشجعوني إن أنا أعمل لكم فيديوهات تانية أكتر من كده. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكون استفدت من أمو فيلو بأقلها معلومة. تنسينيش في اللايك والشير وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.